السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في مطبخ نيمو الرفاعي. النهاردة إن شاء الله هنعمل روتين مع بعض كده جميل جدا. تمام، هو روتين خفيف أصلا، وهخرج وأوريكم برضو أشتري شوية حاجات كده للفطار وكده يعني، بس بعد ما أخلص توضيب وكل حاجة هروح خارجة أشتري شوية حاجات كده للفطار، وبعد كده لما ارجع هنعمل مع بعض محشي. اول مرة اعمل محشي من ساعة ما جيت هنا، بس زي ما انتوا شايفين اول حاجة بنفضها الركنة، والركنة ان شاء الله شوية كده، وعايز يعني اعمل لها فيديو كده معاكو مثلا وانا بغسلها، يعني مش اغسلها ايه، لا يعني مثلا بجيب زي خلطة كده واغسلها بيها، يعني مش بحط عليها مية ولا حاجة. ودي زي ما انتوا شايفين اهي الصبارة، بس بعد كده بنفضها وبروق كده الدنيا، والزبالة بلمها كده. بلم الاكياس وبلم اي حاجة مثلا عايزة تتشال، وده هو الكروم، هنا بيقولوا عليه الملفوف. بعد كده هنفض كويس، بعد كده هجيب الحاجات دي كلها بقى هشيلها، واجيب الملمع وامسحها. بعد كده هعملها بالفوطة زي ما انتوا شايفين كده، يعني اغسلها كويس كده. بعد كده همسح الدرج وكده يعني، عشان ايه، ارص على نظافة كده يعني. بس بعد كده هجيب بقى الحاجات اللي انا هحطها للتسريحة زي ما انتوا شايفين، عشان انا ما كنتش ارص اي حاجة عليها من المكياج اصلا. بعد كده هرصهم بقى، دي كلها الاي شادو، والشنطة البينك دي طقم الفرش، وده الروجات اهي بتاعتي. بصوا انا هرصها الاول في الدرج، بعد كده ما حاسة ان هي مش هتكون حلوة في الدرج كده، مع ان يعني بتكون احسن طبعا وهي في الدرج، وطبعا تراب وكده يعني زي ما انتوا عارفين. بعد كده قلت لا خلاص هرصها على التسريح احسن، وفعلا انا في الاخر خالص خلاص رصيت على التسريح، حتى الحاجة تبقى قدامي كده على طول. دي لم الكحل، بس بعد كده بقى ايه، دي المحلول بتاع العدسات، وده اللي في الضفة الصغيرة دي محلول العدسات والكحول، او في الاخر شفتوا هنقلهم تاني اهو الروجيت. شفت ان كده شكلهم احلى ويعني افضل يعني. بس بعد كده برص هنا بقى الحاجات اللي هي ايه اللي انا بستخدمها على طول، اللي هو مثلا الهايلايتر، المراية، المورد، الكونسيلر، المسكرة، الفونديشن، الحاجات دي اللي هي ايه اللي في الظرف اللي تحت المراية على طول، دي الحاجات اللي بتبقى ايه بتبقى تحت ايدي. يعني مثلا خارجة اروح حاطة كحل ومسكرة على طول، يعني ايلاينر، حتى الايلاينر تلاقوني بحطه دلوقتي هنا اهو، اللي هي ابو غطا ازرق ده. يعني الحاجات اللي انا حطيتها هنا دي كلها، دي مثلا وانا خارجة يعني على طول بستخدمهم. واجه الروجات، واجه الحاجة. بس بعد كده بقى ايه، خلصت ونروح بقى نخرج عشان نشتري شوية حاجات للفطار كده، انواع جبن كده مشكل ومخلل وكده يعني.
الجبنة اللي هي البينكي دي جبنة بالرمان، دقتها بس لقيتها طعمها مسكر، يعني مش ماشي ان هي جبنة خالص. ودي جبنة بحبة البركة. انا جبت علية الجبنة اللي جبتها طبعا حادقة، وفي بس واحدة بس اللي جبتها دلع، وزيتون دي طعمها كان وهم بصراحة. هو بيدوقني الاول، بعد كده اللي ادوقه ويعجبني اقول له هات من دي مثلا نص، هات من دي نص، هات من دي نص كده. انا قلت اصور لكم برضو. دي بقى جبنة قطع بس دي دلع، واخد برضو من تشكيلة الجبن دي برضو. ودي بقى الشيدر واللانشون، وده المخلل، الجزر، بس لاحظت ان مفيش بصل. وده بقى كل الشوية دول زيتون بس. واشتريت جبنة برضو من دي اللي انا شورت عليها، واشتريت جبنة دلع وحلاوة ومربى، يعني حاجات للفطار وكده يعني. وخدت واحدة سم، هو النوع اللي انا اعرفه المراعي، فهو ده اللي جبته. بس مسقط دي برضو حلوة قوي يعني، جربتها وجميلة، لكن ما جربتش اي حاجة تاني. دي بقى الالبان والجبن كده، دي الجبن اللي هي بتتحط على الهمبرجر، ودي جبنة بالثوم. التوم بتاعها تحس ان هو فريش، والله العظيم فعلا انا جبتها وحسيت ان هو توم بالزعتر، حسيت ان يعني مثلا يعني جايبه حته جبنه ودقه فصين توم وحطيتها على الجبنه، يعني انا بصراحه ده الاحساس اللي جالي على طول. ودي طبعا كيك شوكليت جالاكسي كان نزل عليها عروض، بس بعد كده بقى روحت ومسكت الكرنب هقطعها لكم زي التورته كده. يعني ايه يعني؟ مثلا انا بقطع التقطيع اللي انتوا شفتوه اهي، اروح بعد كده احطها في الميه السخنه اسلقها عادي، وبعد كده بقى ما تحتاجش لتقطيع تاني. يعني انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ تحطوها الاول في الميه السخنه، بعد كده تطلعوها، بعد كده تقطعوها تاني وترصوه. لا ده دي كده انا بحطها في الميه السخنه واطلعها اصفيها، واخد من الميه السخنه الميه السخنه اروح مثلا حطها على المصفى، واروح بعد كده ايه واخده الورق مثلا الورقه وحط عليها الرز ولف على طول. يعني بصراحه لقيت الطريقه دي حلوه. بقطع العصوم لوحديها، وبقطع الورق نفسه لوحديه اهو زي ما انتوا شايفين كده، اهو زي ما انتوا شايفين رصتها اهو عامله زي التورتيه بالظبط. بعد كده هجيب ميه سخنه في حله واحط عليها ملح وكمون، واروح نازله اهي بيها زي ما انتوا شايفين اهي. بس بعد كده بقى اروح عامله الخلطه، اجيب شويه زيت واروح، وحطيت على فكره حته سمنه، قطعه سمنه، بس هي انا كنت ناسي ان انا موقفه الفيديو قبل ما قطعت البصل. بعد كده قطعت بصلتين كبار وحطيتهم لغايه ما يدبلوا كده، واروح نازله بلتر من عصير الطماطم. وطبعا هو البصل بيدبل بحط عليه معلقه ثوم مفروم. بس بعد كده اروح نازله لتر عصير من الطماطم واقلب كده تقليبه، واروح حاطه ملح، فلفل اسود، كمون، بهارات محشي وكزبره وفلفل اسود. بحب احط البابريكا، بس الصراحه البابريكا كانت عندي خلصانه، وحطيت شويه دبس رمان. واجيب دلوقتي كيس صلصه واحطه برضو عليه.
حطيت اهو الصلصة، بعد كده بقى هقلبها تقليبة واروح مغطياها واسيبها لغاية ما تتسبك خالص، اروح ضايفة الرز. الرز طبعا الكمية اللي انت عايزاها، وشايفة مثلا الحاجة اللي قدامك مثلا هتتكلف كيلو، هتتكلف نص، هتتكلف 2 كيلو، يعني الرز ده على حسبك انت. بعد كده هحط عليه الخضرة واقلبها تقليبة، وزي ما انتوا شايفين الرز احمر، يعني انا محبش الرز ما يكونش احمر، الرز المحشي معروف انه احمر، يعني في ناس ما بتزود رز قوي وتكون كمية الرز، يعني مثلا كمية الرز كبيرة قوي، كمية الرز مثلا تكون كبيرة قوي وكمية الطماطم تكون بسيطة، او زي ما انتوا شايفين الورقة اهو، وادي الرز هلفه بقى. وبعد كده ايه بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده، ده شوربة وكيسين صلصة ومعلقة كبيرة دبس رمان وملح وفلفل اسود وكمون، وبعد كده بسقي بيه المحشي. انا بسقي المحشي بالصوص ده. بعد كده وزي ما انتوا شايفين قطعت البانيه وحطيته على الوش، واللحمة وكل حاجة هي على وش المحشي اهو. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.